في بلدة كسيفي في النقب عقد لقاء لطلاب جامعيين وفي المرحلة الثانوية جمعهم بمسؤولين في مجال الأكاديمية تحضيرا للامتحانات وكيفية التعامل مع الضغط النفسي، وذلك بمبادرة مؤسسة القلم الأكاديمية. اليوم هو جزء من سلسلة محاضرات للطلاب الجامعيين كتحضير لفترة الامتحانات. مش سر ان كثير من الطلاب لما بفوتوا فترة الامتحانات بفوتوا في وضع شوي اللي هو صعب. الهدف تبعنا احنا ان التجربة اللي مرنا فيها نعطيهم صندوق ادوات مشان يكونوا جاهزين لفترة الامتحانات، يمروا هذه الفترة بعلامات عالية. كل موضوع الضغوطات من المرحلة اللي فيها كيف نجمع المواد لحد ما نفوت في الامتحان وناخذ العلامة. طلاب الثانويات اليوم يبنون على تخصص ما في بداية دراستهم للبقروت، ثم يعني يلتحقون بالامتحانات البقروت نسبة لهذا التخصص. مثلا لو أخذنا على سبيل المثال دراسة القانون والحقوق، فهو يتنازل عن 4 أو 5 وحدات رياضيات. فأنا أقول لا ترضوا بالقليل، اسعوا للأفضل. يأتي هذا اللقاء في مدرسة الفاروق ضمن مشروع خطوات الأولى في الجامعة، حيث شارك جمهور كبير من الطلاب في الورشات والندوات التي لاقت اهتماما مميزا. بما أن الطلاب الجامعيين خلال الأسبوع القادم يمرون امتحانات، وهذه امتحانات مصرية بالنسبة لهم امتحان الفصل الأول، فارتأينا أن تكون هنالك محاضرة يكونون المحاضرين فيها مختصين في هذا المجال. مؤسسات أكاديمية عديدة أقامت مؤخرا ندوات في بلدات وقرى النقب من أجل توجيه الطلاب واكتساب الخبرات الأولى لتسهيل الاختبارات والاختيارات في مسيرتهم العلمية والتعليمية.